السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا مشاهدينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج هيلثي لايف. كعادتنا من خلال هذا البرنامج عندنا الفقرة واللي نتكلم فيها عن بعض المواضيع، ونعطيكم أيضا بعض المعلومات اللي ممكن تفيدكم بحياتكم اليومية، بحياتكم الرياضية، وأيضا لبناء حياة صحية. وأيضا عندنا بالفقرة الثانية من خلال هذا البرنامج نجهز لكم بعض التمارين اللي تقدرون تمارسونها بأي وقت يناسبكم، سواء بالنادي أو بالبيت. اليوم راح نتكلم وياكم عن أحد أنواع التمارين الرياضية المهمة جدا، واللي يشتغل عليها أكثر الرياضيين المحترفين ويحاولون يطورونها عادة من خلال جدولهم التدريبي، واللي هي تمارين الباليومتريك. شنو هي تمارين الباليومتريك؟ راح نعرف شنو تعريف هذه التمارين، وأيضا شنو الهدف منها، وش كثر لازم ندخلها بجدولنا التدريبي، وشنو أنواع هذه التمارين. أول شيء تمارين الباليومتريك أو التمارين اللي يسمونها عادة تمارين القفز، هي مو بس تمارين قفز، هي أنواع تمارين أخرى، لكن هي التمارين تمارسها بأقصى قوة ممكنة بأقل فترة زمنية، وعادة الهدف منها اللي هي تزيد القوة العضلية وتزيد القوة الانفجارية، لكن في أهداف أخرى راح نتطرق لها لما نتكلم عن أنواع هذه التمارين. عادة الرياضيين اللي يحتاجون أنهم هم يزيدون من سرعتهم من ردة فعلهم لازم يدخلون تمارين الباليومتريك في جدولهم التدريبي. خلنا نتكلم أكثر بالتفصيل عن تمارين الباليومتريك ومنو يحتاج لها. كل إنسان رياضي بيطور من مستوى الرياضي، بيزيد من ردة فعله، من زيادة القوة الانفجارية، من زيادة القوة العضلية، يبي يحسن من أدائه، يحتاج إلى تمارين الباليومتريك. التمارين هذه مو الهدف منها أن أنا أزيد من الحجم العضلي، التمارين هذه الهدف منها أن أنا أزيد من أدائي الرياضي. أكثر الناس اللي هم يشتغلون على هذه التمارين اللي هم ألعاب القوة أو لاعبين ألعاب القوة، اللي هم يعتمدون على المسافات السريعة، وأيضا يعتمدون على القوة الانفجارية من ناحية لاعبين خلينا نقول اللي ينجزون إلى مسافة طويلة، وأيضا لاعبين الفنون القتالية اللي يحتاجون الباور اكسبلوزيف أو القوة الانفجارية في أثناء مبارياتهم أو في المنافسات اللي يدشون فيها. انزين، الهدف من التمارين هذه شنو؟ الهدف من التمارين ان انا ازيد سرعه رده فعلي، ان انا ازيد من القوه القصوى اثناء تاديتي الى الموفمنت او الحركه اللي انا اسويها بفتره زمنيه جدا بسيطه، ان انا ازيد من التوافق العضلي العصبي، ان انا ايضا ازيد من الجهاز العصبي، من سرعه الجهاز العصبي، لان انا من خلال تاديتي لهذا التمرين انا قاعد ازيد من سرعة الجهاز العصبي أثناء تأديتي إلى هذه التمارين. فالجهاز العصبي يدش في موضوع تمارين الباليومتريك بشكل جدا كبير. طبعا لما أنا أمارس هذه التمارين أنا قاعد أركز على شنو؟ أنا قاعد أركز على زيادة سرعة الانقباض والانبساط العضلي لما أمارس هذه النوعية من أنواع تمارين الباليومتريك. عشان كذي الفاريشن أو الاختلافات اللي أنا أحطها في هذه التمارين لازم أركز عليها على نطاق واسع جدا من خلال تأديتي إلى التمارين. فاللي أركز عليه عادة خلينا نقول في عندي بعض العوامل اللي أنا لازم أركز عليها، اللي هو الرينج أوف موشن أو المدى الحركي الكامل في تأدية بعض التمارين. لازم أسوي تمارين الباليومتريك وأنا في بداية جدولي التدريبي، ما يكون في نهاية التمرين. لازم يكون جسمي نشيط، لازم يكون جهازي العصبي صاحي، ما يصير أدخل تمرين الباليومتريك في نهاية التمرين. لازم يكون في فترات راحة بين كل تمرين والثاني، ليش؟ عشان أنا أوصل حق أعلى وأسرع قوة أقدر أوصل لها. عدد التكرارات لازم أركز عليها، ما يكون تكرارات جدا عالية، ما تزيد عن 8 إلى 12 تكرار لما أسوي أنا أي تمرين، بعدها أخذ فترة راحة وأرد أسوي التمارين مرة ثانية. لازم أركز على اختلافات هذه التمرين وتقوية خلينا نقول الرذم أو الرتم اللي أنا أمشي عليه من خلال هذا التمرين. في شغلات لازم أركز عليها أو المدرب أيضا لازم يركز عليها، اللي هو اتجاهاتك أو تغيير سرعة الاتجاه لما تسوي تمرين الباليومتريك. في بعض أنواع التمارين اللي ممكن نطرحها الحين واللي هي تعتبر تمارين الباليومتريك، واللي عادة الناس تسويها لكن هي مو مستوعبة أن هي تمارين باليومتريك، وإذا اختلف تركيزها يختلف نوع التمرين. منها تمرين البوكس جامب اللي يسوونه عادة برياضة الكروسفيت، تمرين البرو جامب اللي أنا أنجز فيه إلى مسافة طويلة، تمرين
الباليوسكير اللي انا استخدم ريل واحده وانقز من جهه الى جهه ثانيه، وفي بعض المدربين يدخلون في تغيير الاتجاه كتطوير من ناحيه هذا التمرين. وايضا التمرين ما يشتغل بس على الجزء السفلي، ايضا التمرين ممكن يدش حق عضلات الصدر. لما انا اسوي اللي هو كلابينج بوش اب، لما ادز بعضله الصدر بشكل وايد كبير واحاول اسوي اللي هو الجمب او الصفقه من خلال تمرين البوش اب. وايضا اذا انا بدخل على تمارين الكور من ناحيه السلام بول اللي هي الكره اللي انا اطقها بالارض، وفي اختلافات بالدايركشن لما انا اسويها، وفي تمارين دائما تكون حق الاوفر هيد انا استخدم عضلاتي كلها ان انا احذف اي شيء الى مسافه جدا عاليه. طبعا هذه بعض الامثله، والامثله والتمارين جدا كثيره في تمارين في نوعيه تمرين الباليومتريك. لكن الشغلات الاساسيه اللي لازم اركز عليها انها ما تكون الريبتيشن او تكرارات عاليه، الاختلافات اللي انا اسويها بهذه التمارين، تغيير الاتجاه، ايضا اشتغل على التوافق العضلي العصبي، اشتغل على اللود اللي انا ادخله والتمبو واللي هي سرعه الحركه بنفس الوقت اللي انا اسوي فيه هذا التمرين. ايش كثر انت تحتاج تدخل التمرين هذا بجدولك التدريبي على حسب حاجه رياضتك اللي انت قاعد تمارسها الى هذه النوعيه من التمارين. يعني الناس اللي قاعد يشتغلون على تمارين السبرنتات او اللي عندهم مسافات جدا قصيره يحتاجون هذه التمارين بشكل جدا اكبر من الانسان خلينا نقول اللي داش تمارين او يلعب لعبه الفنون القتاليه. ممكن ندخل الجدول هذا الى 3 أيام بالاسبوع، لازم يكون في فتره راحه من 48 ساعه الى 72 ساعه قبل لا انا ادش وادخل جدول تمارين الباليومتريك في جدولي الاسبوعي. وصلنا وياكم مشاهدينا الى الفقره الرياضيه. في فقرتنا اليوم راح نشتغل فيها على عضلات الترايسبس، راح نشتغل فيها على عضلات الاكتاف، راح نشتغل فيها على عضلات المعده. التمرين شويه صعب، التمرين شويه ادفانس، فلاعبين البيجنر ممكن يكون التمرين صعب عليكم. اقدر اريح بين كل تمرين والثاني اذا كان الموضوع وايد صعب وتحتاج انك ترتاح، او تقدر انك تسوي الجوله كامله، تدش من تمرين لثاني بدون لا تريح، ومن تخلص الجولة كاملة تقدر تريح لدقيقتين، نرد نعيد لين نخلص ال4 جولات. اللي عندي اليوم اللي احتاجه منك بس احتاج الاب مات اللي راح اسويه، او المات عفوا اللي على الارض اللي راح اسويه. اول شيء راح اشتغل على تمرين الترايسبس، راح يكون بداية التمرين وراح يكون بنهاية التمرين. اول شيء اذا كنت ابي اسهل الموضوع راح اخلي ركبي على الارض وافرد ايدي لقدام بالشكل هذا وراح ادز لفوق. طبعا اثبت لين تنفرد ايدي بالكامل. سوينا 5 تكرارات، او اذا كان الموضوع شوي سهل انزل بالشكل هذا افرد جسمي بالكامل وادز بالترايسبس لفوق. نخلص ال5 تكرارات، بعدها راح اسوي 20 شولدر تابس، افرد ريلي بالكامل واسويها بالشكل هذا. اذا كان الموضوع صعب انزل ركبي بالشكل هذا واسوي ال20. خلصنا. الحين راح نسوي 40 ماونتن كلايمبرز، راح نشتغل على عضلات المعده. راح احط ايدي تحت مستوى كتفي وافرد ريلي بالكامل واسحب بعدين ريل بريل. اسحب الريل اردها، اسحب ريل ثاني. واحد يمين 2 يسار لين اخلص ال40 تكرار. طبعا لان احنا طول الوقت واقفين على ايدنا بالشكل هذا، فشيء جدا طبيعي ان عضلات الترايسبس راح تحس انها شاده
عضلات الكتف راح تحس انها شاده، وهم عضلات المعده عندك راح تحس انها شاده. عشان كذي قاعد اقول لك تقدر تريح بين كل تمرين والثاني. اذا حسيت انه في مجال ارد اكمل لين اخلص التمرين بالكامل، ارد مره ثانيه اسوي 20 شولدر تابس. خلصنا، بعدين راح ننهي الجولة بتمرين الترايسبس اللي سويناه آخر شيء اللي هو البلانك أب. أفرد إيدي بالشكل هذا، أنزل وأصعد، أسوي 5 تكرارات وكذي أكون أنا خالص جولتي بالكامل. أقدر أريح وأرد أعيد التمرين لين أخلص 4 جولات وأكون كذي خالص تمرين لليوم. يعطيكم العافية، نشوفكم إن شاء الله بحلقات تمارين جديدة. مع السلامة.